تالت يوم في التريننج وقابلنا حد من اكتر الناس اللي انا بحبهم. شوف اهو هناك حبيبي كيف حالك؟ اهلا. الحمد لله. والله من اكتر الحاجات اللي بسطتني والله. الله يخليك. احنا هناكل مع بعض النهارده. طبعا. شوف جايبين لنا صحون فواكه هندمرها. حبيبي الله يخليك. اتشرف. في البدايه اتس فن، فلما تبداوا تطلعوا في الستيجز والناس يحطوا عليكم بريشر انه تنزلوا في نفس الوقت، ولو انتم عودتوهم مرتين في الاسبوع ولا 3 مرات ولا مره، الناس حيتعودوا على هذا الشيء، واذا انت ما نزلت حتضايقوا. في البدايه it's just for fun، بس لما يبداوا يهمهم الموضوع it's gonna be you're gonna be pressured، يعني حيكون في بريشر كثير عليكم، واذا انتم ما تحبوا الشغله اللي انتم بتصوروها حتطفشوا بسرعه. انا ما كنت احب اصور نفسي، ما كنت احب اطلع في فيديوهات ابدا، ولا اعرف اديتنج ولا اعرف مونتاج ولا اعرف كاميرات ولا افهم في اي حاجه، فقلت اتس ا جود تشالنج، انا احب التشالنجز زي كده، فجربت على طول، رحت اشتريت كاميرا ونزلت الفاينل كات وقلت خليني اجرب. شو كنت متوقع من هذا الفيديو؟ ولا اي شيء. كنت والله انا كان يعني حلمي اني اوصل 100,000 وخلاص بحط البلاك ودن. وصل بربع ساعه وزهق. سو ده تكنيك. So إذا أنا عملت هيك the camera will see it. Look. Yeah. It's gonna look fake. But take the camera there, put the camera there, and I do move forward, and I do this. بدون ما هالمرة I'm not gonna touch you. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. So the camera should not see the gap between the fist and the face. يلا ليتس ستارت. المفروض ان احنا معانا 1 داي نكتب سكريبت ونعمل فيلم كامل. الموضوع مجهد جدا، اعتقد مش هيبقى فيه نوم. بقالنا تقريبا 6 ساعات بنحاول نكتب في سكريبت الفيديو ونعمل حاجات فيها ديتيلز كتير جدا. فيلم ميكنج مش مجرد فيديو يتحط، ايديا والمسج فيري اكسايتنج، بس الموضوع مرهق جدا. شكلها كده ما فيهاش نوم لغايه ما نسافر. جه في بالي انه في فيديو شغال، حد قاعد بيتكلم عن حاجه to motivate people or whatsoever. We get out of as a transition. We get out of the video to show the people watching the video, which is the girl, for example. He says that it's only 1 view or 2 views. The girl is one of them. المشاهد اللي بيفكر انه يمكن يعمل ديليت وما تعمل، هو بعد عمل ديليت بده يعمل ديليت وهي عم تحضر. رايحين نصور دلوقتي الفيلم اللي المفروض نصوره. كاستمز لمين كل الهدوم اللي في الاوضه تقريبا عشان نسوي اكبر مشهد في تاريخ السينما. بتفطر وبرجع الغرفه. عبد الله، هلا حبيبي. شو قاعدكم من الصبح؟ ها؟ ليش قاعدين من الصبح؟ عشان رايحين نصور بقى الفيلم اللي هينزل يكسر الدنيا في MBC 2. ليش من الصبح؟ في وقت؟ عشان في مشاهد بقى. احنا رايحين هلا على اليوتيوب، باقي ساعتين رايحين هلا. رايحين التصوير من بدري. انا رايح اتفطر وارجع الغرفه بنتج وبعدين ياكم. صاحيين من الصبح عمالين بنكوي في الهدوم اللي هنلبسها. كنا فاكرين بيير نايم، طلع صاحي وبيفطر من غيرنا. بنحضر دلوقتي الفيلم، ترايبود زي بتاعي بالظبط، سبحان الله. من دلوقتي نشوف اللينسات اللي هنستخدمها، العدسات اللي هنستخدمها في التصوير. كت. All this needs to be taken into consideration. We got one camera, one tripod, the plate of the camera, the card, batteries, lenses, how many lenses. Every lens is 3,000 dollars. So if you lose a lens, if you drop a lens, bye bye, يعطيكم العافية. So every time you move from one location to another, go to your checklist. I have one camera, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we have them all. Now we can move. هنرجع نشوف تاني اللي احنا شفناه. تصدق ان احنا بقالنا 12 ساعة بنصور مثلا، وبعدين من لبس بيت للبس شغل للبس. It was a long day. يا جماعة انتوا عارفين ليش زعلان؟ من الصباح اول فريق جاء الساعة 6 الصباح يصور. خلصت مونتاج يا خلصت مونتاج وانت لسه بتصور، حرام عليك نفسك، حرام عليك نفسك يا بير. هلا 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 هلا. Thank you man. والله تعبنا اليوم. Thank you man for everything. Pleasure, pleasure, great pleasure. تعال مرة تانية. Thank you for everything. Thank you for everything. المفروض نبدأ editing دلوقتي ونسلم الفيديو الساعة 1 الظهر بكرة، وفيديو بقى مش فيديو يعني فيلم، فاللي هو 12 ساعة تصوير المفروض يطلعوا في دقيقتين فيديو. مش عارف نجيب مين يديله فلوس يعمل القصة دي عشان فعلا مش قادر. ان شاء الله we're gonna make something good. حاسس ان انا هيغمى عليا وانا بمنتج، فقلت انزل اشوف الشباب تشوفهم وصلوا لغاية فين. المفروض البروجكت يخلص بكرة ويتسلم. مش عارف المفروض نكون بنعمل ايه الصراحة، تعبانين جدا. فين الروم؟ خالد مناوي. خالد مناوي اللي احنا رايحين نشوفه ده من الناس الشباب الطيبين جدا يعني، ودمه خفيف جدا، دمه خفيف مرة مرة. حي الله مرحبا مرحبا تعال. دول اسمع الفويس نوت كنت بقول لك تعال ننزل انا وانت الدور الاول ونطلع سوا. دي نحلها ازاي؟ حياك. هاوز ات جوينج؟ يا اهلا وسهلا. مسلسل لو سمحت. سي يو جايز. هذه كاميرا احمد، بس احمد غطس بالنومه واليوم اخر يوم وعنده دليفري بعد ساعتين، يعني الساعه 1 لازم يسلم الفيديو. اذا ما سلم الفيديو بس بدنا آية، لانه آية مع الكمبيوتر والكمبيوتر معه كل الداتا والاديت وكل شيء مع آية. هاها ليتس فولو احمد اند آية. Follow your dreams of being a YouTuber. تغير حياة واحد.